هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب مع قناة ملخصات كتب. كل الكتب بين يدي في ملخص. الموهبة وحدها لا تكفي، للمؤلف جون سي ماكسويل. ما دام هناك بشر في هذا العالم فستكون هناك مواهب كثيرة، ولو كان ذلك كافيا إذن لاستغل الجميع قدراتهم كاملة وأصبحوا في أفضل حال ممكنة، لكن المفقود هو الأشياء التي يحتاجها الناس بالإضافة إلى مواهبهم. ملخص الكتاب: حقق النجاح وسيكون هناك دائما حمقى يقولون إنك موهوب، للكاتب الفرنسي إدوارد بيل. هناك موهوبون لكنهم ليسوا ناجحون. أكثر من 50% من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات بقائمة 500 فورتشن حصلوا على تقدير مقبول بالجامعة. الموهبة مهمة، فمبدأ الوثب العالي يفيد بأنك في الوثب العالي تحتاج لواحد يقفز 7 أقدام وليس 7 يقفز كل واحد منهم قدما واحدا فقط. قانون بيروكس: إضافة أشخاص لمشروع برنامج متأخر يزيده تأخيرا. العدد الأكبر ليس أفضل دائما، وأحيانا 1 يؤدي المهمة بفاعلية. هناك موهوبون تركوا آثارا بالعالم. جيفرسون وضع مسودة إعلان استقلال أمريكا، اخترع محراثا جديدا، وكان فيلسوفا بمكتبته 6500 كتاب. أصعب ما بالنجاح هو المحافظة عليه، والموهبة هي نقطة بداية في العالم، وعليك أن تداوم على تنمية الموهبة والاستفادة منها. الموهبة تمنحك أفضلية في البداية فقط، وتعد هبة إلهية مهمة، وعدم بناء الموهبة وتنميتها سيمكن الآخرين من اللحاق بك وسبقك. كل إنسان لديه موهبة تميزه عن غيره. نمي الموهبة التي لديك لا التي تريدها. مشكلة البعض تركيزه على نقطة ضعفه بدلا من بناء قوته. ثقة، ثق بقدراتك. غاندي يقول: الفرق بين ما تفعله وبين ما يمكن أن نفعله يكفي لحل مشاكل في العالم، ويمكن تطبيق ذلك على الحياة الشخصية. فتى تسلق جبلا وأخذ بيضة من عش نسر وعاد ووضعها بين بيض الدجاج. اعتقد النسر أنه دجاجة وتعلم سلوكيات الدجاج من أمه. كانت تأتيه مشاعر غريبة أحيانا، ولكنه كان يطردها. فبما أنه قد تربى دجاجة فلا بد أن يفعل مثل الدجاج. في يوم شاهد نسرا يحلق فأحب أن يكون مثله، فرد جناحيه فوجد أنها أكبر من الدجاج المحيط به، فاكتشف قدرته الحقيقية وحلق عاليا. عندما يضع الإنسان حدا سوف يفعله، فإنه بذلك يضع حدا لما يمكنه فعله. تشارلز شواب: آمن بقدراتك وتحدى نفسك. الثقة: ترتقي بموهبتك. ثق بنفسك، فمن خلال ثقتك بنفسك تقدر أن تصل لكامل قدراتك. إن ظننت أنك مهزوم أو فاشل أو ضعيف فأنت كذلك. ثقتك برسالتك ستمنحك القوة للاستمرار. واثقا من نفسك ومن قدراتك، وحريصا على تحويل قدراتك لأعمال تجني منها مكاسب باتجاه رسالتك. الشغف: ابحث عن شيء تحبه لدرجة أنك مستعد أن تفعله بدون مقابل. إن أتقنته فسيدفع الناس لك مقابل عملك، عندها متعة لا تضاهي متعة العمل. الشغف خطوة نحو الإنجاز، فهو يزيد قوة الإرادة وينتج الطاقة لبذل الجهد، ويحول الشخص العادي إلى متميز، وهو صفة تؤدي بصاحبها لتعدي الآخرين. سر الشغف أن تكون موهوبا فيما تفعله. القوة أن يحدث ما تفعله فارقا. النتائج أن تشعر بحيوية عالية لأنك تفعل ما قدر لك فعله. ابتعد عن السلبيين الذين يطفئون شغفك بتثبيطهم، لكن لا تتجاهل آراءهم، فقد تكون حالما، وأحط نفسك بالإيجابيين ليلهبوا شغفك. المبادرة: المميزون لا ينتظرون تلاشي العقبات وتهيئة الأوضاع ليبادروا، وإنما ينطلقون، وبمجرد أن يخطو الخطوة الأولى تصبح الأمور أسهل. من يفكر منيا قبل التقدم للأمام خطوة واحدة سيبقى دائما واقفا على ساق واحدة. ما تنتهي إليه الحياة
لا يحدده الموضع الذي تبدأ منه بقدر ما يحدده إن كنت ستبدأ أو لا. لدى كل الناس أفكارا ونوايا طيبة، لكن الكثيرين منهم لا يترجمون أفكارهم لأفعال، والقيام بذلك يتطلب المبادرة. الموهبة بدون مبادرة مثل الفراشة التي لم تدخل شرنقتها، فهي لن تتحول أبدا، وستظل أسيرة للزحف بالرغم من امتلاكها القدرة على الطيران. المبادرة هي الفارق الأساسي بين النجاح والفشل. المبادرون أشخاص يفعلون الصواب من تلقاء أنفسهم ويودون أن يطلب منهم ذلك. التركيز يوجه موهبتك. الموهبة بلا تركيز تشبه الأخطبوط الذي يرتدي حذاء بعجلات، حركاته كثيرة وفي كل اتجاه، والمحصلة صفر. ذهب أحدهم ليصطاد حماما، طار فوقه الحمام بالآلاف، فأطلق رصاصه بكل اتجاه متأكدا بأنه سيصيب إحداها، وبالنهاية لم يصطد شيئا. نصيحة صياد: لا تركز على صيد الحمام كله، ولا تقلق على الحمام الذي طار، فهناك كثير قادم. ركز على إصابة حمامة واحدة في كل مرة. محاولة تجربة كل شيء تستنزف حياتك، فهي وعدم المحاولة سواء دائما. ذكرتني بقوله عليه السلام: خير الأعمال أدومها وإن قل. التركيز يمكنك من اكتشاف الطاقات الغير مستخدمة والكامنة بداخلك، فالعقل لا يسعى للإنجاز إلا عندما تكون له غايات محددة. لا تكن مثل التي سألت: أي طريق ينبغي أن أسلكه من هنا؟ فأجاب: أين تريدين الوصول؟ قالت: لا يهم أين أصل. فقال: لا يهم إذن أين الطريق. عندما تفرق بين مجرد التحرك واتجاه التحرك، تكون قد أزلت معظم العقبات بطريق النجاح. والجهد والشجاعة لا يكفيان بدون غاية ووجهة. النسيان دليل حقيقي على العظمة. لا تنظر للوراء وركز على خط النهاية. لا تدع الماضي يزعجك، فصغار الناس يحقدون والعظماء لا ينتقمون. الاستعداد يضع موهبتك بالمكان الملائم. الاستعداد الجيد يخفف الضغوط ويشمل التقييم الصحيح للأمور وضبط وضع الجسم وإعادة التفكير. هل تصوري صحيح للأمور؟ هل خطتي جيدة؟ ليست هناك فائدة من محاولة مساعدة من لا يساعدون أنفسهم، فأنت لا تستطيع دفع أحد لأعلى السلم إلا إن كان راغبا في صعوده. التدريب يشحذ موهبتك. لم يحقق أحد نجاحا باهرا من خلال فعل المطلوب، فما يبذل من جهد فوق المطلوب يحدد العظمة. رسولنا قال بأن الله يحب أن نتقن أعمالنا. لن نصل للصورة التي نتمناها من خلال البقاء على حالنا، ولكن تنمو الموهبة. لا بد أن نعمل تغيير للذات ولا نكتفي بالتفكير به فقط. المثابرة تحافظ على موهبتك. الفرق بين الناجح وغيره ليس الافتقار إلى القوة والمعرفة، وإنما الافتقار إلى التصميم. لا تنظر للنجاح، وإنما ثابر وصمم بعملك لتحقيقه. المثابرة ترى أن الحياة ليست سباقا طويلا، ولكنها عدد من السباقات القصيرة المتتابعة. فالنجاح هو سلسلة من الانتصارات اليومية الصغيرة. هل استسلم الأخوان رايت؟ لا. هل استسلم تسلا؟ هل استسلم أديسون؟ لا. هل استسلم مانشستر؟ من مانشستر بالضبط لا نعرفه لأنه استسلم. إديسون يقول: كثير من الفاشلين بالحياة لم يدركوا كم كانوا على مقربة من النجاح عندما آثروا الاستسلام. طلب والت ديزني قرضا لحلمه ببناء مدينة ملاهي، ورفض طلبه من 301 بنك إلى أن حصل على الموافقة وبني أول وأشهر ملاهي بالتاريخ. المثابرة للنجاح تشبه مصارعة غوريلا، فأنت لا تستسلم عندما تتعب، وإنما عندما يشعر الغوريلا بالتعب. كثير من يستسلم عند أول محطة. تبدأ نشيطا قويا متحمسا وتنطلق مستمتعا. المثابرة تأتي عندما تتعب، والإرهاق والإحباط محفزات على الاستمرار للناجحين. بحث عن هدف وتجنب الأعذار، فالتحول من النجاح للفشل أسهل من التحول للأعذار لتحقيق النجاح. لا تسمح لنفسك للالتجاء للأعذار عندما لا تؤدي الأداء الأمثل. تحمل مسؤولية أفعالك. 99% من الإخفاقات هي بسبب اللجوء للاعتذار. الشجاعة تمتحن موهبتك.
يخسر العالم الكثير من المواهب لافتقاره القليل من الشجاعة. الشجاعة ليست فضيلة من الفضائل، بل هي جوهر كل فضيلة عند اختبارها. ستمتحن شجاعتك عندما يكون التغيير مطلبا، ولكن الخمول مريح أكثر، فمواقفنا لا تصنعنا، وإنما نحن من يصنعها، ونصنع ظروفنا من خلال فعلنا. الذين يعبرون عن مبادئهم يواجهون صراعا من المعارضين، فأيما كان تفعله يحتاج لشجاعة مواجهة والثبات على المبدأ. أيما مسار اتخذت سيكون هناك دوما من يقول لك بأنك مخطئ، والتخطيط لإنجاز العمل للنهاية يتطلب شجاعة الجندي الذي لا يستسلم. ستمتحن شجاعتك عندما تكتشف بالتعلم أنك مخطئ، فالتعلم هو تغيير بالسلوك، فأنت لم تتعلم إن لم تكن قادرا على تطبيقه بسلوكك. الشجاعة نوع من المعرفة، أن تعرف كيف تخشى ما تخافه، وكيف لا تخشى لا ما تخافه، وما يبدو مستحيلا يصبح ممكنا مع وجود الشجاعة. أعلى درجات الشجاعة أن تحسن لمن أساء إليك، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندما تداوم على تسجيل الأخطاء التي ارتكبت ضدنا، نكتشف بذلك عن قلة النضج والنقص في الإدراك لدينا، فالذين لا يسامحون بالغالب لا ينجحون. لن تتمكن من استغلال موهبتك بدون الناس، فالوصول للأفضل يتطلب العمل مع الآخرين، وتسامحك حتى مع المسيء يحفز الناس للعمل معك. السعي للنجاح يعرضك للانتقاد، فلا شيء مهم تحقق إلا وكان معظم من استشير حوله رافضا له، فالنجاح هو تحقيق ما ظن الناس أنه غير ممكن. إذا كنت قائدا أو ملهما أو مبدعا، فستكون في طابعة الناس، مما يجعلك هدفا سهلا للغاية، وهذا يقتضي الشجاعة. شاهدت مسؤولين وأصحاب معالي مبدعين ومميزين، لكن يفتقرون لشجاعة اتخاذ القرار، والنتيجة أنهم كانوا همشوا لتراكم المشكلات. كل عاقبة نتغلب عليها تعطينا درسا عن ذاتنا، وعندما ننجح في الصعاب نصبح أكثر قوة، والعظماء واجهوا مشاكلهم بشجاعة. الشجاعة تبدأ من الداخل، من تحمل المسؤولية والتركيز على النفس والثبات على المبدأ، وفعل ما هو صواب لا فعل ما هو مناسب. المنصب القيادي لن يمنحك الشجاعة، لكن الشجاعة هي التي تجعل منك قائدا. تحل بالصبر في كل الأمور ومع نفسك أولا، لا تفتقد الشجاعة للتركيز على عيوبك ونقائصك، وابدأ بمعالجتها كل يوم بشكل مستمر. قابلية التعلم تزيد من موهبتك. التعلم يضمن استمرار الموهبة، والإنسان يعيق تطوره اليومي عند قبوله لواقعه اليومي، وقد يتقدم مهنيا مؤقتا لأنه توقف عن التعلم. الناجح يرى أنه ما زال الكثير ليتعلمه حتى لو كان خبيرا بمجاله، والفاشل يرغب أن يعتبر خبيرا قبل تعلمه ما يكفي لمعرفة ضآلة فكره. الأشياء التي جعلت منك ناجحا بالبداية نادرا ما تكون تلك التي تبقيك ناجحا، فالفتح على الأفكار الجديدة وتعلم، ففوق كل ذي علم عليم. إن عجزت عن التعلم فلا فائدة من الموهبة، وإن عجزت أن تكون مرنا فلا فائدة من الأهداف، وإن لم تقبل النصح فلا فائدة من المستقبل. إن عجزت أن تكون شديد التحمل فلن يفيدك امتلاك خطة، وإن لم تكن متاحا للآخرين فلن يفيدك تحقيق النجاح. التكبر عائق رئيسي أمام الموهبة والتعلم. أول ذنب بتاريخ الخليقة الشعور بالأفضلية، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لن تستطيع أن تقوم بشيء ذو قيمة بمفردك، فالإنجاز يتطلب عملا جماعيا، فلا تتكبر على آراء زملائك وأفكارهم. ستيفن كوفي. الاستفادة من مكاسبنا ليست مهمة، فحتى الأحمق يستطيع ذلك، المهم الاستفادة من خسائرنا، وهذا يتطلب الذكاء ويفرق بين العاقل والأحمق. لا تعتقد في يوم بأن الناس لا تستطيع الاستغناء عنك، فالعظماء أتوا وذهبوا الحياة وما تزال مستمرة، فلا أحد غير قابل للاستبدال. قاوم تكبرك، اكتب يوميا 5 أشياء وجهات لها تمتن وتشكرها. سخر بعضا من مواقفك أمام الناس، استمتع للآخرين، تعلم وتعلم وتعلم.
تلقت سفينة تايتانيك المشهورة 5 تحذيرات عن جبال الجليد. سخر أصحابها من المراقبة ظناً بأنها سفينة لا تغرق، فكان ثمن الغرور غالياً. الشخصية تصون موهبتك. الشخصية القوية تدعم الحفاظ على الموهبة وتدفع للمزيد من التميز، ولها 4 عناصر: الانضباط الذاتي، القيم الأساسية، الهوية، الاستقامة. الانضباط الذاتي يعني أن تقوم بالصواب عندما لا ترغب بالقيام به. قال أفلاطون بأن أول وأفضل انتصار لك عندما تقهر ذاتك. القيم الأساسية هي نؤمن به وتحدد طريقة معيشتنا، ومن لا يملك مبادئ بداخله يطبقها بحياته فهو عبد للآخرين. الإحساس بالهوية هو أن تعرف من أنت، فالفشل محتوم عندما تحدد أهدافك بدون أن تعرف من أنت. هل أنت ضحية، ناقم، سعيد أم موهوب؟ الاستقامة هي الانسجام بين المبادئ والشخصية والأفكار والسلوك، فالناجحون أشخاص لا تتغير ردود أفعالهم بتغير الظروف المحيطة. عندما تنسجم الأفكار والقيم والمشاعر والأفكار والسلوك في شخص ما يصبح أكثر تركيزاً، قوي الشخصية. طلب باستبيان من 1300 مدير تنفيذي تحديد أهم سمات التنفيذيين المميزين، فكانت الاستقامة ثم الاهتمام بالنتائج ثم المسؤولية. الشخصية هي نتاج اختياراتنا، فشخصيتنا اليوم هي نتيجة اختبارات الأمس، وشخصية المستقبل ستكون نتيجة خيارات اليوم. الشخصية هي نتيجة الخيارات التي تختارها، وإذا أردت تغيير شخصيتك فعليك بتغيير خياراتك، سلوكياتك. العلاقات تؤثر على الموهبة، فيمكن إرجاع أحزاننا لعلاقتنا بأشخاص غير مناسبين، ويمكن إرجاع نجاحاتنا لعلاقاتنا بأشخاص مناسبين. أعد تقييم علاقاتك، هل تضيف لك شيئاً أو تأخذ منك؟ هل يشعرك الطرف الآخر بقيمتك وبذاتك؟ كم الطاقة التي تتطلبها تلك العلاقة؟ خفف من مخالطة من يعاتب أو يشكو أو ينتقد أو يتباكى على وضعه أو يحب السيطرة أو لا يبالي أو الثرثار أو يحسد أو يغضب. اختلط أكثر بمن يؤمن بأحلامك، يشاركك الفرحة، يمنحك الأمل، يساعدك، يصغي لك، ينصحك، يعطيك حلول، يقبلك كما أنت. ليست روعة الصداقة في يد الصديق الممدودة، ولا بابتسامته، ولا ببهجة صحبته، لكن بالإلهام الروحي الذي يأتيك عندما تكتشف أنه يثق بك. المسؤولية تقوي موهبتك. النجاح يتطلب منك المسؤولية، فالصفة الرئيسية للناجحين هي قدرة تحمل المسؤولية. فإن كنت ترغب بالنجاح تحمل المسؤولية. إذا أردت أن يثق بك الآخرون ويمنحوك فرصا ومصادر أكبر لتنمية وتقوية موهبتك، إذا تحمل المسؤولية وبإخلاص بكل جوانب حياتك. هناك نوعان من الناس: من يفعل ومن قد يفعل. ومن يتحمل المسؤولية يتابع ما يقوم به للنهاية، وإذا التزم بشيء لا بد وأن يقوم به. من الأشياء التي لا تقدر بثمن إيجاد شخص مستعد لتحمل المسؤولية ومواصلة العمل على المهام وإنجازها بكل تفاصيلها وبكفاءة. المسؤولية ترتقي بالموهبة لمستوى جيد وتزيد من قدرة احتمالها، ولكنها خيار يتجنبه الكثيرون، والنتيجة موهبة ضعيفة. يقول كاميلو: أرى أن النظام الأمريكي هو أفضل نظام سياسي على الإطلاق، إلا أنه به خلل رئيسي لأنه لم يحوي وثيقة المسؤوليات وركز بشكل أكبر على الحق. الحياة هي تقبل المسؤوليات أو الهرب منها، الوفاء بالالتزامات أو تجنبها، والخيار متاح لكل إنسان ويمكن تقييمه حسب اختياراته. لتصبح مسؤولا، اعرف أن وضعك اليوم هو مسؤوليتك ونتيجة قراراتك، واختر أصدقائك بحكمة، وتوقف عن لوم الآخرين وركز بالمرآة. إذا أردت لحياتك أن تصبح رائعة فأنت من يكتبها. اكتب كل يوم صفحة جديدة مليئة بالمسؤولية عن الآخرين وعن نفسك، ولن يخيب أملك. لا تتوقع من الآخرين أن يتدخلوا من أجلك، فما لا تقدر عليه أنت لن يقدر عليه غيرك، وما تقوم به أنت لن يقوم به غيرك. لا تلجأ للأعذار والمبررات، ولا تبحث عمن تلومه، وإذا أخطأت فابحث عن العيب بداخلك، وحاول أن تؤدي بشكل أفضل بالمرة القادمة. العمل الجماعي يقوي موهبتك. الموهبة لن تنجح بمفردها، فأنت تحتاج للاعتماد على الآخرين وهم كذلك، فلا بد أن يقدر الفريق على أن يعتمد على بعضه البعض.
العمل الجماعي يضاعف موهبتك، فمهما كانت درجة موهبتك فأنت لا تخلو من العيوب والنواقص، فشارك غيرك ممن له قوة بجانب ضعفه. الواحد رقم أصغر من أن يحقق العظمة، فالأفراد يلعبون المباريات لكن الفرق تفوز بالبطولات. تجاوز حدود ذاتك وارفع زكاة نعمة الموهبة، فمن يخدم نفسه هو شخص يعتبر موهبته ملكا له، ومن يخدم الناس يعتبر موهبته دينا عليه. يتعين على القائد أن يعرف بأن النجاح يتحقق بشكل أفضل من خلال العمل الجماعي. يجب أن يعرف القائد نقط ضعفه ليوازنها بقوة الفريق حتى يتمكن الفريق من الاستغلال الأمثل لقدراته. فعلى كل لاعب أن يكون مستعدا لجعل مصلحة الفريق أهم من أهدافه الشخصية. كقائد عليك أن تطور فريقك وأن تنسب الفضل لأفراد فريقك لأقصى درجة، فالقادة المميزون يميلون لتجنب الأضواء. إذا ما أردت مساعدة فريقك على التقدم وتنمية قدرته، تحمل نصيبك العادل من اللوم عند الخطأ. أما عند النجاح فلا تنسب لنفسك أي فضل. تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو. اشترك بقناة ملخصات كتب ليصلك جديد الملخصات. إذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع أصدقائك، واكتب لنا رأيك فيه في التعليقات.